الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتلهمنا رشدنا وتشفي أمراضنا وتبلغنا مما يرضيك آمنا لنا وتوفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى وتكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ببركة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم متوسلين بجنابه إليك وبآل بيته الكرام وبعبادة العابدين ودعاء السائلين وتلاوة التليم وصيام الصائمين وبحبك لأوليائك يا رب العالمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع نهاية بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم معلوم شيخه وتلامذته وقضاء مصنفاته وشراحه الدارين آمين. الحديث 63، حديث ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه واله وسلم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عن خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي رواية الترمذي: ما بين قبري ومنبري. يعني في روايتين، رواية ما بين بيتي ومنبري، ورواية ما بين قبري ومنبري، فدل على أن بيته قبر صلى الله عليه وسلم. لكن رواية البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. ظاهر الحديث يدل على أن ما بين بيته صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، ومنبره على حوضه، والكلام عليه من وجود. منها: هل تنقل تلك التربة بعينها فتكون في الجنة، أو معناها أن العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة؟ يعني هل هي روضة من الجنة فعلا؟ إن البقعة دي فعلا من الجنة حقيقة نقلت إلى الأرض كما أن الحجر الأسود حجر من الجنة ووضعه الله سبحانه وتعالى بيد نبيه إبراهيم في الكعبة ليستلمه المسلمون. فما فيش ما يمنع أن في من الجنة أشياء في الدنيا، النيل والفرات نهران من الجنة ينبعان من سورة المنتهى وهو في الدنيا، فما فيش ما يمنع أن يكون هناك أشياء من الجنة موجودة في الدنيا، لا يمنع من حيث النقل. فهل فعلا إذا قلنا روضة من الجنة روضة حقيقة من الجنة فعلا نقلت إلى الدنيا، أم أن العبادة فيها يؤدي إلى الجنة؟ يحتمل المعنيين بلا ترجيح، وربما يبقى المعنيين الاثنين صحاح، ما فيش ما يمنع يعني. فتكون في الجنة أو معناها أن العمل فيها يوجب لصاحبه روضة الجنة. اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمن قائل بالوجه الأول أن هي من الجنة حقيقة، ومن قائل بالوجه الثاني أن العمل فيها يؤدي إلى الجنة. والأظهر والله أعلم الجمع بين الوجهين. نعم، لأن لكل وجه منهما دليل يعضده ويقويه من جهة النظر والقياس. أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة، فلأنه إذا كانت الصلاة في مسجده عليه السلام بألف فيما سواه من المساجد، فلهذه البقعة المذكورة زيادة على باقي البقع. إذا كانت الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، ففي الروضة أعلى، الروضة كمان أعلى.
لا في الروضة تقوم، لأن الروضة فيها زيادة فضيلة. نرجح هذا يعني، نرجح هذا اللي اختلفوا فيه الجماعة الوهابية، لكن احنا ما عندناش خلاف ان الروضة فاليوم هم ياخدوا الصف الأول يعني ياخدوا سبلنا الروضة بسيطة. بس التوسعة الأمامية دي توسعة سيدنا عثمان، واخد بالك؟ فهي ألحقت بالمسجد فلها فضيلة سائر المسجد، وتبقى الروضة فيها ليها فضيلة زائدة لأن هي من المسجد وفيها الفضيلة الزائدة، واخد؟ فتفضل طول عمرها واخد الفضيلة الزائدة، إنما أي زيادة بتلحق بالمسجد لكن لا تلحق بالروضة، واخد؟ هو بيقول هنا ان الصلاه في المسجد عليه السلام ب 1000 فيما سواه، احنا استنتجنا ان هي ب 200 مليون مش ب 1000. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه في البيت في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه فيما سواه، وصلاه في المسجد هذا ب 1000 صلاه فيما سواه، وصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه فيما سواه. حديث صحيح كل الناس حافظينه. في حديث ثاني غاب عن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة وأشد، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. شوف ضعفي، والحديث في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة الصحابة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. مكة 100,000 بقت ضعفي بحديث النبي 200,000، في الألف الأولانية يبقى 200,000 ألف يعني 2 مليون. في الروضة أعلى، بقى في المسجد لكن في الروضة بقى أعلى كمان. خدت بالك؟ شفت بقى الحتة اليسرية دي الجديدة؟ وبالتالي يبقى أنت لما تصلي في مسجد النبي من غير الروضة الصلاة فيه 200,000، 200,000 ألف، 200,000 ألف، خدت بالك؟ يعني 200 مليون. وفي الروضه اعلى من كده بكتير بقى، لان هي بقعه فيها فضيله زائده. فاهم؟ وخد بالك ان العباده في الجنه مقبوله. كمان. فانت وانت بتصلي في الروضه حتى لو سرحت صلاتك مقبوله. بكلمك ليه حتى لو سرحت؟ لانها مشفوعه بشفاعه النبي. النبي بيجبرها لك على طول. الجوار من الجوار، البني ادم بيسعد بالجوار. فهمت ازاي؟ لكن هناك انت في الحرم المكي متروك لنفسك، وانت كلك عجز وجهل ومرض وضعف وكل حاجه. فهناك جلال وهنا جمال. فهمت يا استاذ؟ ففي بعض الناس يقول لك انا هقعد في مكه اكتر عشان هناك ب 100,000 لكن انا بقدر واحد. خلاص خليك فاهم كده عشان يسيب لنا الحق المسجد فاضي بقى احنا نروح هنا ننبسط. لكن على اي حال في ناس بتفكر كده، يعمل العمره يقعد هناك 20 يوم في مكه ويروح يزور المدينه يوم واحد ويرجع، وبعدهم ما يروحش المدينه اصلا. والله شفنا ناس كده يعمل العمره ما يروحش المدينه ويحج وما يروحش المدينه. شفنا ناس كده، فدول بقى على حرم ونسوه. فهنا بيقول لك ايه سيدنا ابو جمرة، اذا كانت الصلاه في مسجدي عليه الصلاه والسلام بألف فيما سواه من المساجد فبهذه البقعه المذكوره زياده على باقي البقع كما كان للمسجد زياده على غيره كما ذكرنا. واما الدليل على كونها بعينها في الجنه وكون المنبر ايضا على الحوض كما اخبر عليه السلام، وان الجذع في الجنه والجذع في البقعه نفسها، فبالعلة التي أوجبت للجذع الجنة هي في البقعة سواء سواء على ما أذكره بعد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للجذع أنت معايا في الجنة ودفنه إيه تحت منبره؟ خلاص يبقى إيه البقعة دي في الجنة من الجنة شخصية، والجذع في البقعة نفسها، فبالعلة التي أوجبت للجذع الجنة هي في البقعة سواء على ما أذكره بعد. والذي أخبر بهذا فينبغي الحمل على أكمل الوجوه وهو الجمع بينهما، لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقعة المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بها لنا إلا لتعمرها بالطعام،
هو ليه رب الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا يعرفنا ان في بعض البقاع مباركه؟ عشان يقول لنا روحوا اعبدوني هناك. هو كانه بيقول لنا على طول روحوا اعبدوني هناك، طالما بيعرفنا بركتها. هو بيعرفنا بركتها كده علشان بس معلومات ثقافه يعني. معلومه ونروح بيتنا ننام، ولا معناه اننا نجتهد نذهب الى هذه البقاع ونعبده هناك؟ يبقى هو لا يخبرنا بفضيله بقعه الا وكانه يامرنا بالذهاب اليها لنلتمس العبادة هناك. أي معنى؟ فإن الثواب فيها أكثر، وكذلك الأيام المباركة كذلك. وربنا قال لنا إن في بعض الأزمنة مباركة على بعضها البعض، علشان برضه نعمر هذه الأزمنة بالطعام وهكذا. وربنا بيخبرنا إن في بعض عباده أبرك من عباد الآخرين، ففي أولياء وفي أنبياء وفي رسل ورسل درجات. كل ذلك عشان نتأسى بهم ونذهب إليهم ونملأ قلوبنا بمحبتهم. بيدلنا على اللي بيحبه عشان نذهب إليه. واحتمل وجها ثالثا، وهو أن تكون تلك البقعة نفسها روضة من رياض الجنة، كما هو الحجر الأسود من الجنة، وكما هو النيل والفرات من الجنة، وكما أن الثمار الهندية من الورق التي هبط بها آدم عليه السلام من الجنة. فاقتضت الحكمة أن يكون في هذه الدار من مياه الجنة ومن ترابها ومن حجرها ومن فواكهها، حكمة حليم حكيم جليل. وقد روي أن أول ما خلق من العالم، وقد روي أن أول ما خلق من العالم الآدمي طينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام نزل مع الملائكة في جمع كبير من جلدتهم، فأخذوا تربة سيدنا صلى الله عليه وسلم من موضع قبره، ثم صعدوا بها وعدنت بالسلسبيل، ثم غمرت في جميع أنهار الجنة حتى رجع لها نور عظيم وطيف بها في العالمين، حتى عرفت ثم أسكنها الله عز وجل يمين العرش حتى خلق آدم عليه السلام. وقد روي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه لما أراد الجليل جل جلاله أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، أمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها. قال: فهبط جبريل عليه السلام وملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الأعلى، فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بيضاء منيرة. هو معلوم في أخبار تقول أن الإنسان يدفن في موضع ما خلقت منه طينته. فكل واحد شوف هيدفن فين، يبقى طينته اتخلقت من ايه؟ من البقعة. ومعلوم ان افضل بقعة خلقها الله في العوالم هي موضع ما يمس الجسد الشريف في القبر الشريف. ده بإجماع المسلمين حتى الوثبية. شوف قد ايه؟ بإجماع المسلمين، نص على الإجماع كثير من العلماء، أحناف وشافعية ومالكية وكلهم نصوا على. وابن حجر الهيثمي في شرحه على الأذكار للإمام النووي ذكر ذلك، أنه أجمع المسلمون على أن بقعة القبر الشريف المتفانقة للجسد الشريف هي أفضل بقعة خلقها الله، بل هي أفضل من العرش والكرسي. كويس؟ ومن الجنة. ده نص على اجماع مين؟ ابن حجر الهيثم في كتاب الاذكار للامام النووي عايز ترجع له. فاذا كانت هذه البقعه هي افضل البقاع، تبقى طينه النبي افضل طينه مطلقا، لان طينه النبي عادت الى من حيث اخذت، فدفن في هذه البقعه. ويعرفك كمان مقام سيدنا ابو بكر وعمر، ان طينتهم مجاورة لقيمة النبي. فيعرفك المقام العالي ده. فهمت بقى ازاي؟ فعجنت بماء التسنيم وغمست في معين انهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء ولها نور وشعاع عظيم، حتى طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسي وفي السماوات وفي الأرض والجبال والبحار. فعرفت الملائكة وجميع خلق محمدا عليه السلام وفضله قبل أن يعرفوا آدم عليه السلام. فلما خلق الله آدم عليه السلام وضع في ظهره قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فسمع آدم في ظهره نشيشا كنشيش الطير، فقال آدم يا ربي ما هذا النشيش؟ فقال هذا تسبيح نور محمد عليه السلام خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فخذه بعهدي وميثاقي ولا تودعه إلا في الأرحام الطاهرة. فقال آدم أي ربي قد أخذته بعهدك ألا أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء. فكان نور محمد يتلألأ في ظهر آدم، وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفا لما يرون. فلما رأى آدم ذلك قال أي ربي ما هؤلاء ينظرون خلفي صفوفا؟ فقال الجليل له يا آدم ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهره. فقال أي ربي أرني. فأراه الله إياه فآمن به وصلى عليه مشيرا بإصبعه، ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله بالتشهد، وإنك إلى محمد رسول الله بطرفه. فآمن به وصلى عليه مشيرا بإصبعه، ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال آدم اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولا تستدبرني. فجعل ذلك النور في جبهته، فكان يرى في غرة آدم دارة كدارة الشمس في دوران فلكها وكالبدر في تمامه. وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظرون إلى ذلك النور ويقولون سبحان ربنا استحسانا بما يرون. ثم إن آدم عليه السلام قال يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه، فجعل الله ذلك النور في سببته. فكان آدم عليه السلام ينظر إلى ذلك النور. ثم إن آدم قال يا رب هل بقي من هذا النور في ظهري شيء؟ فقال نعم بقي نور أصحابه. فقال أي رب اجعله في بقية أصابعي. فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر، ونور علي في الإبهام. فكانت تلك الأنوار تتلألأ في أصابع آدم لما كان في الجنة. فلما استخلفه الله وربط إلى الأرض ومارس أعمال الدنيا زالت الأنوار من أصابعه ورجعت إلى ظهره. وقد ساق الفقيه الخطيب أبو الربيع رضي الله عنه في كتابه المسمى بشفاء الصدور من هذه الرواية أكثر من هذا. فعلى هذا فيكون خلقه صلى الله عليه وسلم من الأرض، ويكون الأصل من تلك الدار المكرمة، بدليل أنه لم يختلف أحد من العلماء على أن الموضع الذي ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم أنه أرفع البقاع. فإذا كان ما بينه ما بين بيته عليه السلام وبين المنبر من الجنة، فكيف يكون ذلك الموضع الذي هو فيه؟ فعلى هذا فيكون الموضع روضة من رياض الجنة الآن، ويعود روضة كما كان في موضعه، ويكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنة، وهو الأظهر لوجهين، أحدهما العلو منزلته عليه الصلاة والسلام، والآخر ما قدمناه من الدليل، ويكون بينه عليه السلام وبين الأبوة الإبراهيمية بهذا شبه، وهو أنه لما خص الخليل عليه السلام بالحجر من الجنة اللي هو وضعه في الكعبة بنستلمه، خص الحبيب عليه السلام بالروضة من الجنة. وهنا بحث لما جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة؟ فإن قلنا تعبد فلا بحث، وإن قلنا لحكمة فحينئذ نحتاج إلى البحث، والأظهر أنها لحكمة، وهي أنه قد سبق في العلم الرباني بما ظهر أن الله عز وجل فضله على جميع خلقه، وأن كل ما كان منه بنسبة ما من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه، كما استقري في كل أموره من بدء ظهوره عليه السلام إلى حين وفاته في الجاهلية والإسلام. يعني كل ما كان منسوب للنبي له فضل كبير، ده معروف بقى لما تيجي تشوف كده ايه، من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان طفل لسه رضيع، مجرد ان ركب حماره حليمه الحماره بقت ما تطلعش حته في الارض اللي تختارها، ده عشان بس شايله سيدنا محمد. وسيدتنا حليمه شوف البركه اللي حصلت لها، شوف الغنم بتاع حليمه السعديه نابه من البركه، فكان يرعى ويرجع شبعان، وباقي غنم القبيله كلها يرجع جعان زي ما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم حيثما حل كانت تحل معه البركه صلى الله عليه وسلم، فاي شيء نسب اليه صلى الله عليه وسلم يشرب، اي شيء ينسب اليه يشرب. كويس؟
علشان كده بيقول ايه؟ وان كل ما كان منه بنسبه من النبي، بنسبه منه يعني من النبي، الضمير هنا يعود على النبي، بان كل ما كان منه يعني منه صلى الله عليه وسلم بنسبه ما يعني منسوب له بنسبه ولو يعني بسيطه من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه. معروف ان صحابه النبي افضل صحابه لنبي، لان منسوبين دي امته منسوبه لي خير امه اخرجت للناس. وإذ كتابه القران افضل الكتب المنزله، وكل الكتب نزل من الله، لكن يجعل الكتاب اللي منسوب للنبي لانه هو افضل الكتب وهكذا. فكل شيء ينسب اليه يكون له ايه؟ التفضيل. كما استقري في كل اموره من بدء ظهوره عليه السلام الى حين وفاته في الجاهليه والاسلام، فمنها ما كان من شان امه وما نالها من بركته مع الجاهليه الجهلاء حسب ما هو مذكور معلوم، ومثل ذلك حليم السعديه، وحتى الاتان، وحتى البقعه التي تجعل الاتان يدها عليه، الاتان اللي هي انثى الحمار اللي كانت تحمل حليمه عندما حملت النبي، والاتان انثى الحمار. وحتى البقعة التي تجعل الأتان يدها عليه تخضر من حينها، وما هو من ذلك كله معلوم منقول. وكان مشي عليه السلام حيث ما مشى ظهرت البركات مع ذلك كله، وحيث وضع عليه السلام يده المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات حسا ونعما، ما هو منقول معروف. ولما شاء الحكيم أنه عليه السلام لابد له من بيت ولابد له من منبر، وأنه بالضرورة يكسر ترددي عليه السلام بين المنبر والبيت، فالحرمة التي أعطي إذا كان من مسه واحدة مباشرة أو بواسطة حيوان أو غيره تظهر البركة والخير، فكيف مع كسرة ترددي عليه السلام في البقعة الواحدة مرارا في اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حين وفاته؟ على شكل يقول لك إن البقعة دي أكثر بقعة في الأرض شهدت تردد النبي فيه، لأنها من بيته ومن بره، وهو رايح جاي في الحته دي يصلي الصلوات الخمس، وهي أكثر بقعة في المدينة حتى شهدت تردد النبي فيها وحركته، وكل ما نسب للنبي ولو مرة واحدة، ده لو لمس حاجة مرة واحدة بس بتزداد بركتها إلى يوم القيامة، فما بالك بقى اللي مرارا متعددة يسعب عبدها. عشان كده بيقول لك إن البقعة دي فاقت إيه في الدفاع عن النبي. فكيف مع كثرة تردابه عليه السلام في البقعة الواحدة مرارا في اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حين وفاته، فلم يبق لها من الترفيع بالنسبة إلى عالمها أعلى مما وصفنا، وهو أنها كانت من الجنة وتعود إليها وهي الآن منها، وللعامل فيها مثلها، فلو كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه الدار اللي هي الجنة يعني لكانت لها، يعني لو كان في حاجة أعلى من الجنة لكانت ليه، بس ما فيش حاجة على الجنة فبقت ليها الجنة. ولأعلى مرتبة مما ذكرنا في جنسها، فإن احتج محتج بأن يقول فينبغي أن يكون ذلك للمدينة بكمالها، لأنه عليه السلام كان يطويها بقدمه مرارا، فالجواب أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرها من ذلك، أن ترابها شفاء كما أخبر عليه السلام مع ما شاركت فيه البقعة المكرمة من منعها من الدجال وتلك الفتن العظام، وانه صلى الله عليه وسلم اول ما يشفع لاهلها يوم القيامه، وان ما كان بها من الوبا والحمى رفع عنها، وانه بورك في طعامها وشرابها واشياء كثيره، فكان التفضيل لها بنسبه ما اشرنا اليه اولا، فان ترددي عليه السلام في المسجد نفسه اكثر مما في المدينه نفسها، وترددي عليه السلام فيما بين المنبر والبيت اكثر مما سواه من سائر المسجد. فالبحث تأكد بالاعتراض لأنه جاءت البركة متناسبة لتكرار تلك الخطوات المباركة والتقرب من تلك النسمة المرفعة لإخفاء لا خفاء فيه، فالمدينة أرفع المدن والمسجد أرفع المساجد والبقعة أرفع البقع، قضية معلومة وحجة ظاهرة موجودة. كلام واضح مش عايز شرح. وقوله عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي، هذا لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره وأنه حق محسوس موجود على حوضه عليه السلام، وفيه من الفقه الإيمان بالحوض وأنه حق، وأن المنبر عليه حق،
وأن القدرة صالحة ولا عجز فيها عن ممكن، لأن هذه الأحاديث وما أشبهها فائدتها التصديق بها، لأنه من متضمن الإيمان، لقوله تعالى يؤمنون بالغيب، فكل ما أخبر به الصادق عليه السلام من أمور الغيب فالإيمان به واجب. وفيه أيضا إشارة لطيفة، وهي إذا كان الجماد يشرف به عليه السلام فكيف بالمتبع له حالا ومقالا؟ إذا كان الجماد الجذع شرف به، أحد شرف بالنبي، فما بالك بقى بالإنسان المكرم المتبع للنبي اللي بيحبه؟ يبقى إيه بقى؟ فهمت إزاي؟ فلو الناس تعرف قيمة المسلم محدش يتعدى على مسلم ولو كان عاصيا، لأن ليه حرمة كبيرة حتى وما عاصيا، كفاية إن هو وقر في قلبي محبة النبي، وقر في قلبي محبة القرآن، وقر في قلبه كل ندم عند فعله معصية، والندم توب، فيكفيه هذا. لو الناس تعرف هذا ما كانش فيه إنسان يتعدى على مسلم، لكن للأسف لما هانت هذه المعرفة هان دم المسلم وعلم المسلم وجسم المسلم ومال المسلم، واللي احنا شايفين وقت المسلمين بيعملوا ايه للمسلم؟ فربنا ينجينا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولهذه الإشارة كان الخلفاء رضي الله عنهم إذا جلس بإزاء أحدهم في المسجد شخص لا يعرفونه يسألونه ما عنده من القرآن فينظرون له بذلك الحال وينزلوه بتلك المنزلة، لأنهم ارتاك ما كانت عندهم الدفع إلا بزيادة القرآن، لأن غير ذلك من الفضائل تساووا فيها وتقارب. الصحابة كانوا يفضلوا أهل القرآن على غيرهم، لأنهم تساووا بأنهم بيصلوا في المسجد، عاشروا النبي، شافوا النبي، النبي كلمهم، وكلوا مع النبي، وغزوا مع النبي، فما بقاش بقى تفضيل تاني إلا مين اللي حفظ قرآن أكثر. فلقيت النقطة دي اللي بتميزهم، لكن في باقي الأمور هم تساووا فيه. فهمت بقى المسألة؟ ولذلك لما دون عمر رضي الله عنه الديوان قدم أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفلا، فسيدنا عمر يخلي المنسبين للنبي ياخذوا أعلى أحد، يليهم على طول أقدمهم هجرة، ثم باقي الناس بقدر ما عند كل شخص من القرآن، حتى أنه ذكر أنه جاءه ابن عبد الله فقال لو لما فضلت علي عبد الرحمن بن ابي بكر؟ عبد الرحمن بن ابي بكر اصغر منه، يعني هو اقدم منه اسلامه، لا ان عبد الرحمن بن ابي بكر سيدنا عمر ابوه بيدي له اكثر ما بيدي لابن عبد الله. فقال له ان اباه اقدم في الاسلام من ابيك، عشان اقدميه ابوه. هو سيدنا عمر اسلم سنه 6 من البعث، سادس سنه من البعث اسلم سيدنا عمر، لكن سيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال. فقال له إن أباه أقدم في الإسلام من أبيك وأقلها منزلة بعد ما ذكرنا الحب لله ولرسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل حين سأله عن الساعة فقال له صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال والله ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له اقعد أنت مع من أحببت. تنبيه واحذر أن يكون حبك دعوة، فإنه عليه السلام قد قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر في أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، فرفع المنزلة بقدر الإيمان والاتباع، فمهين النفس أو مكرم له. وفيه دليل على ما هو من ضرورة البشر ليس من الدنيا بشيء، وإنما هو أمره كله يؤخذ ذلك من قول السلام بيتي ومن بيت، يعني الحاجات الضرورية ربنا ما يسألكش عليه، واخد بالك؟ مش هيحاسبك عليه، هيسألك على النعيم الزائد عن الضروري، إنما الضروري خلاص مش هيسألك. الضروري للبشر إن يلاقي سكن وليه لقمة تشبعه، مش كده؟ وليه ما تستر عورته؟ دي الحاجات الضرورية، وزوجة يسكن إليها، فدي أشياء ضرورية ما يعرفش الإنسان يعيش من غيرها، فمش هيسألك عن كده. يسألك بقى عما زاد عن الضروري. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام بيتي ومن بري، لأن البيت من ضرورة العبد لأنه يستره من الناس ويكنه من أذى المطر والشمس ويخرج فيه لعبادة ربه، فهو أجره سر. وما كان سر أجره سر يعني لا يسأل عنه في الآخرة، بل يبقى إيه؟
خاص بي يفضل معاك. صرت يعني ايه؟ يعني يتنقل معاك الجنة. وما كان من متاع الدنيا فكذلك كل ما كان منها مما لابد للبشرية منه ليستعين به على آخرته وهو أجرة، لكن بشرط وهو أن يكون قدر الضرورة، وإلا فهو لما تشتهيه النفس فيكون نفسانيا فيخرج إلى باب آخر. يعني ما زال عن الضرورة يخرج في باب آخر هو باب النعيم، تسألون يومئذ عن النعيم. ولذلك قال بعض الصحابة حين أدخل عثمان رضي الله عنه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي زادها في المسجد، وددت أنه تركها حتى يأتي آخر هذه الأمة فيرون بيوت نبيهم، أي صفة كانت، وكان علوها قام وبسط. يعني السقف بيت النبي كان قام وبسط، لما يقف النبي يمد إيده كده يكون السقف. أدي ارتفاع سقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عليه السلام ومنبره، لأن المنبر مما فيه ترفع، لكن لما لم يقصده عليه السلام إلا المنفعة دينية وهو أن يسمع جميع من حضر، حكم الله عليهم ليسمع جميع من حضر حكم الله عليهم، صار أجره كله. وكذلك كل ما احتاج المرء إليه من دين لمصلحة فيه، وإن كان يشبه متاع الدنيا فليس بدنيا. وتلك العلة لم يتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم إلا حين قيل له إن ملوك الروم لا تقرأ كتابا حتى يكون مطبوعا فاتخذه من أجل هذه العلة، ومن أجل ذلك اختلف العلماء في التختم، هل هو سنة مطلقة كل الناس فيها سواء أو ليس إلا لمن له أمر ليس إلا على قولين. يعني الخاتم السنة مطلقة ولا اللي محتاجه يبقى سنة في حقه. فمن لاحظ العلة التي من أجلها اتخذه هو صلى الله عليه وسلم قال لا يكون سنة إلا إن كان محتاجا إليه، والحاجة هي ما تقدم من التعليل. ومن لاحظ نفس الفعل ولم يعلل قال كلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة مطلقة. ولذلك قال من قال الدين بالسنة محيا فلا تقصد في فعلك سواه، واحذر عوائل سوء قد أتلفت وأهلكت محياه. ونقف على حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسيه، غدا إن شاء الله.